ابو محمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والكرامة، وتحية لك ولزملائنا واخواننا اللي قاعدين معاك الضيوف الكرام. يا حياك الله يا كرامتين اللي احنا نحبهم ونحترمهم ونقدرهم. الله يجزيك خير يا ابو محمد. الحقيقة يمكن اللي تفضل فيه الاخ بن هندي، اليوم احنا عيال الكويت قبل لا نكون فنانين او رياضيين او اي ان كان صفتنا، اليوم لما الكويت تطلبنا نقول لها تم ولبيه. انا مو داق اقول ان اما يتفوه باشياء، هذه من ضمن الاشاعات اللي ممكن يحاسب عليها، لانه هو الان يتهم الاعلام ويتهم الله. لكن انا بختصرها لك، احنا مو محتاجين احد يقول لنا تعالوا، احنا اكثر من مبادره واكثر من برنامج توعوي طلعنا كفنانين وننصح الناس. وهذه الكويت اليوم احنا بصدد الدولة كلها جنود من أجل خدمة الكويت. أما يطلع الأخ بن هندي ويقول والله خذوا فلوس والكلام هذا عيب، أول شيء تحرى الصحة، بعدين هذه وزارة الإعلام، هي شركة خاصة وزارة الإعلام، دقت علينا كفنانين ودنا بكلمات، حالهم حال مبادرات كثير. وفعلا كلنا رحنا من عمنا الكبير سعد الفري الله يطول عمره إلى هالشباب الصغار. لكن من المعيب أنك تتكلم أنه والله خذوا 500 دينار، الكويت أكبر من ملايين الملايين، ولا وإحنا لو قالوا بنعطيكم نقول هم نبي. لكن إحنا اليوم رحنا وقلنا هالكلمات التوعوية، وبعدين هذا مو إعلان، هذا توعية حق الناس، إرشادات. يعني يؤسفني أن أنتم خذيتوا مداخلة والمفروض يعني ما تدخلونه إذا بيتكلم كذي، لأن المفروض يقول شكرا زملائي، شكرا إخواني. هذا مو إعلان تجاري أو في مناسبة خاصة أو شيء، هذا الكويت، نداء الكويت. وأنا أقول لحق بن هندي، أول شيء تحرى الدقة، ومن المعيب يا أخي الفاضل أنك تطعن في كرامة زملائك، ترى احنا عيال خير ونعمة، والكويت مغرقتنا من ريوننا وليراتنا خير، عايشين بنعمة. ولما الكويت تبينا نقول كلمة من هالبحر اللي عطتنا إياه، نقول هالوصف اللي انت وصفته، فأنا أقول لك الله يسامحك وشكرا شاب حاجي يرد. وانت أيضا أخي الفاضل رديت، واليوم احنا بنقول لك يا بن هندي، نحن الفنانين نعرف شو نسوي وتحرى الدقة، أنت مبتعد عن الساحة ما تدري شو السالفة يا أخي، فعيب تتكلم هالكلام عن دكاترة وفنانين وفنانات وناس لهم أسماءهم ثقيلة. إحنا مو عبادة نار دينار، آسف، إحنا ناس موت على الكويت ونعشق ترابها مثل ما أنتم، ولا إحنا نزيد على اللي قاعدين الإخوان الأفاضل اللي قاعدين بيوتهم وأهلهم. فإحنا كلنا جنود حق الكويت. بيض الله. أنت تثير الإشاعات والفتن، أرجوك قاعد بزاوية. كفو عليك يا محمد. مشكور. على هالكلمات. مشكور. كلمات. إن توصل إن يا أهل الكويت، كل فنان طلع ولا كل إنسان طلع قال كلمة توعوية محب للكويت. أما الكلام اللي يتفضل فيه الأخ هذا. محمد زين، مشكور زين انك وضحت. مشكور يعني. مشكور. لا ما يعني الامر ما يحتاج توضيح، احنا عارفين عارفين معدنكم يا ابو محمد، وعارفين ديدنكم، وعارفين ان معدننا معدن اهل الكويت. صحيح 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 ابو محمد، عشان الكل يعرف يعني ابو محمد، عفوا يعني عشان الكل يعرف يعني دخلت اخوي شهاب، بالاضافه الى ابو محمد انت دشيت ووضحت، هذه لازم توصل حق الكل. نعم مشكور. مشكور. مشكور شكرا 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 لاخونا وفناننا طارق العلي، فناننا الحبيب.